خير 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 خير. هذا الشحنة لي. لا تتفرجي ولا تشوفي، هذا أغراضي أنا وبس. لو سمحتي روح شوفي شغلك. يلا روح شوفي شغلك. خلاص حزت عليها هذه يا جماعة، تعشق المشتريات زيي، ولما توصل لي طلبيات أول وحدة من الحاضرين تقعد تتفرج تشوف إيش طلبتي. عارفين يا جماعة الكرتون ما شاء الله شوية انفجر من كثر الأغراض اللي فيه. طبعاً طلبت أشياء للبيت هذه المرة، بالعادة من شئ نطلب ملابس وبجاية وكل شيء، لكن هذه المرة حبيت إني أطلب ديكورات وأشياء للبيت. ما شاء الله يا جماعة شايفين كمية الأغراض اللي طلبتها. الحين بهذا الفيديو راح أوريكم كل الأشياء اللي موجودة بهذا الكرتون. وطبعا يا جماعة شيئين غني عن التعريف، حتلاقوا فيه كل شيء ممكن يخطر على بالكم حرفيا، من ملابس، من ألعاب، إكسسوارات، شوزات، شنط، كل شيء ممكن يخطر على بالكم. وحتى كمان حتلاقوا عندهم أشياء تجنن للمطبخ وللديكور. بهذا الفيديو راح أوريكم كل شيء طلبته للبيت. طبعا في بعض الأشياء راح نزينها في البيت، وفي بعض الأشياء طلبتها كذا مرة، والحين بعد الطلبية طلبتها أكثر من لون من كثر ما عجبتني. وطبعا يا جماعة أكيد قبل ما نبدأ جايبت لكم كود خصم اللي هو هذا راح تلاقوه على الشاشة. لا تنسوا تستخدموا هذا الكود عشان يعطيكم خصم إضافي على الطلبية. يلا يا جماعة خلونا نفرغ الكرتون هذا بكل ما فيه. أوه ماي جاد، في شيء انكسر ولا لا؟ اوكي هذا راح يكون احلى لعبة للقطط. لقينا لعبة للقطط، خليهم الحين هذا الكرتون راح يقعد فيه أقل شيء 3-4 ساعات يونسهم عشان أفتح طلبيتي براحتي وما حد يضايق. أوه ماي جاد، شايفين الكيوت يا جماعة؟ أعشق الأكواب الكبيرة عشان لما أحب أشرب شاي أحب أشرب كميات مرة كبيرة، فهذا الكيوت مرسمين عليه قطة مرة حبيت. عاد يا جماعة أكواب ومقات شيئين لا تفوتكم، تخليكم تتحمسوا تشربوا شاي كل يوم. Live your life within the moment. اوكي يا جماعة طلبت هذا الشيء لإيوان لأنها تعشق شيء اسمه اندومي، فخلونا الحين نفاجئها بهذا الصحن. إيوان بص يا مدام، في هدية لك إيوان. والله والله قفل قفل عيون، قفل عيون. أوكي أنا قفل عيون. افتح عيون. بص يا مدام عشان تسوي نسكافي. لا لا هذا ما عشان نسكافيه، الدومي. اه حق دومي. ايوه كول. ايوه كبير. وهذا غطا. واو 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 واو. يلا يلا روحي روحي سوي الدومي. شوفوا يا جماعة هذه الحافظات الكيوت. طبعا دائما لما نسوي اي طبخة يبقى عندنا نص بصلة احيانا نص طماطم ونتورط فيها ما نعرف وين نحطها، فيكون شكلها في الثلاجة مو مرة. لقيت في شيئين عندهم حافظات زي كذا مرة شكلها كيوت وما يحتاج تعرف ايش جوة كل شيء، لانه حرفيا هي شكلها عبارة عن الشيء اللي راح تحطوه. فعندي هنا قالب الليمون، دائما دائما يكون عندي نص ليمونه في الثلاجه، دائما احس ما في بيت ما في له نص ليمونه في الثلاجه، فجبت له حافظ ليمون. وبعدين عندنا هنا تفاح مثلا اذا قطعته تفاح وبقى عندكم، شوفوا كيوت مره حلو شكلها. وعندي كمان للطماطم، عندهم اشكال مره كثير، في للبصل، في للثوم، في اتوقع للجزر والخيار، والله نسيت، بس عندهم اشياء مره كثير. شايفين امكن في الفروم هذا اكبر من القالب طلعت. شايفين يا جماعه طلبت كمان من شيئين، هذول اللوحتين الخشبية طلبت واحدة بالحجم الوسط وواحدة بالحجم الصغير، لأنه هذا الصغير دائما أحتاج لما أسوي لانش بوكس لإلين، أحتاج شيء قطعه كده صغيرة قطع فيها الخضار وفواكه لإلين، فشكلهم مرة حلو. وهذول اللوح الخشبية أحب أستخدمها كمان كديكور المطبخ. شوفوا يا جماعة كمان جبت هذا الستاند البيض، لأنه صارت لي مليون مرة إنه أبغى أجي أطبخ الفطور وبعدين أطلع البيض من الثلاجة أحطه على الطاولة أروح أجيب المكونات الثانية أسمع صوت شيء يطيح، أطول ورا ألاقيه بيض
يلا طايحه في الارض مكسوره. فقلت ليش ما اجيب ستاند زي كذا، مره شكله كيوت وحلو. وحتى بديكم تستخدمون مثل البيض المسلوق عشان تحطوه كذا وتقشروه، لانه في البيض المسلوق يكون له ستاند زي كذا. فمره حبيت شكله ولونها الخشبي يجنن. راح اعطيكم 3 ثواني تخمنوا في التعليقات واكتبوا لي لايش يستخدم هذا الشيء. شايفين يا جماعة هذا هو استخدام هذه الأداة. يعني صراحة من الفاضي اللي يفكر فيها ما أعرف، بس هذه تستخدموها عشان تشيلوا الغبرة، لأنه هذه يا جماعة يتجمع عليها غبار وشعر القطط بطريقة مو طبيعية. فدائما لما أمسحها بالمنشفة ألاقي إنه في كده ترسبات وفي شعر. فلقيت في شيئين هذا الاختراع الفنان، قلت ليش ما أطلبه وأجربه. Oh my god. احلى فقرة يا جماعة لما تشيل اللصق بالاشياء الجديدة. شايفين ايش طلبت يا جماعة؟ طلبت هذه الصينية عشان ممكن استخدمها لاستخدامات مرة كثير. اولهم ممكن تسووا فيها براونيز وكيكات. واحلى شيء يا جماعة اذا مثلا بقي عندكم كيك وما انتم عارفين وين تحطوه، جاي معاها غطاء فما يحتاج انكم تغلفوها بقصير او اي شيء، تغطوها زي كذا وتصير صينية بغطا. مرة فنانة. وفي عندهم أكثر من حجم، أنا أخذت هذا الحجم أحس إنه يناسبنا. مرة عجبتني صراحة. يا جماعة عشان ما ننحرق طلبت هذا الميتنز الكيوت اللي لونه وردي عشان لما بطلع شيء في الفرن ما ننحرق. وشوفوا هذا القدر الكيوت باللون الوردي اللي طلبته يا جماعة. شوفوا الكياتة. طبعا هذا ما ينفع انكم تستخدموه على النار، هو ينفع بس انه تحطوا فيه الاشياء، مثلا تحطوا فيه شوربة، تاكلوا منه اندومي. يعني هو عبارة عن صحن بس على شكل قدر، مرة كيوت ولونه يجنن. وشوفوا يا جماعة هذا القاعدة اللي طلبتها، هذه صراحة قطعة ديكور مرة مميزة ومرة تحلي المكان. خليني اوريكم كيف انا استخدمها. شايفين كيف يا جماعة؟ هذه القطعة استخدمتها عشان أحط فيها أدوات غسيل الصحون والفرشة وهذا الأشياء. شايفين كيف شكلها طلع مرة حلو؟ ومديكم كمان تستخدموها عشان تحطوا فيها شمعة مثلاً وبازة أو كسواراتكم، أو مثلاً تحطوا فيها الشامبو والصابون. مرة القطعة جميلة وكذا تحلي لكم الديكور. يا جماعة هذه الصينية قد ايش لونها يجنن. جبتها لغرفة عبد الرحمن لانه شايفين لون الجذر بنفس لون الصينية هذه، مرة حلوة. تحطوا فيها مثلا مفاتيحكم، اكسسواراتكم، تحطوا فيها الاشياء اليومية اللي تستخدموها، وشكلها كذا مرة انيق على الطاولة وجميل. يا جماعة هذه مو علبة مناديل، هذه عبارة عن فازة وعلبة مناديل وديكور وتحفة فنية. مرة تجنن، مرة حلوة، لونها الذهبي مرة مميز صراحة. عندي زيها باللون الأبيض الحين هوريكم إياها، بس الذهبي غير. أوكي يا جماعة طلعت غرفة إلينا عشان عندي مفاجأة لها، أول ما ترجع المدرسة راح ندخلها الغرفة ونقول لها شوف المفاجآت اللي سويناها. فأول شيء عندي هذا القطعة اللي أحس إن كل الأطفال راح يعشقوها، هي عبارة عن لعبة وبنفس الوقت تحشوها بإيش؟ بمناديل. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا هذا الكياتة. عاد إلين تعشق القطط عشان كذا طلبت لها على شكل قطط. الحين راح أعبيها بمناديل وأوريكم كيف راح يكون شكلها. كمان يا جماعة طلبت لإيلين لحاف جديد، عاد أعشق الحفت شيئين لأنها من جد تجنن وخامتها مرة حلوة والرسومات اللي عليها تاخذ العقل. طلبت لها هذا، يجي عبارة عن 3 قطع اللي هم أول شيء مفرشة للإسفنجة وتلبيسة للمخدة وكمان تلبيسة للمفرشة. فالحين راح نغير اللحاف هذا وراح نحط اللحاف الجديد. يا جماعة ده هذا مو أحلى لحاف اشتريته لإيلين، يجنن. الحلو في هذا اللحاف إنه يفكر من جد اللي صنعوه بأدق التفاصيل، حتى يمديكم تستغلوه وتقلبوه بالجهة الثانية ويصير كأنه عندكم لحافين بدل اللحاف. مرة يجنن. وشكلي راح أطلب المقاس الأكبر لسريرنا لأنه مرة حبيته يا جماعة، مرة شكله كيوت.
جماعة طلبت هذا الصحن الكيوت اللي لونه وردي، راح استخدمه عشان احط فيه هذول للشعر. شايفينه راح احطه هنا على التسريحة، او حتمديني كمان استخدمه عشان احط فيه الشمعة. ايش رايكم في الشمعة اللي ميمي سوتها بس انا زينتها؟ لا 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 طلع بيرفكت للشمعة، كأنها كذا قطعة كيك ومحطوطة في الصحن. شوفوا يا جماعة ايش طلبت كمان. طبعا اللي يعرفني يعرف قد ايش اعشق الشموع، وحتى اشتريت لي واكس وهذا اشياء وصرت اسوي شموع بنفسي، بس ما في زي الشموع الجاهزة لما تكون كذا شكلها كيوت. شوفوا الشمعة هذه على شكل كيكة، مرة حلوة ولونها يجنن. خلونا نشوف الشمعة، اتوقع انها شمعة اللي جوا هذا الكرتون. اوه لا هذا مو شمعة يا جماعة، هذا شمعة دان، هذا عشان تحط فيه الشمعة. شوفوا شكله كم كيوت ولونه يجنن، لون البيبي بينك. هذه اتوقع انها الشمعة، بس يا رب انها تدخل في الشمعة دان. اوه لا والله طلعت كبيرة بس تجنن. واو والله شمعة مرة حلوة، شوفوا الجمال يا جماعة. ريحتها تجنن، أول مرة في حياتي أشوف شمعة زي كذا. شوفوا عبارة عن شمعة عادية بس مركبين عليها هذول الأشياء اللي برضو كمان مصنوعة من الشموع، مرة تجنن. كمان يا جماعة حتى منظمات السفر راح تلاقوها في شيئين بأشكال مرة حلوة. هذه استخدمها لما نسافر، دائما نحط فيها سكين كير والميك اب والعناية، تيجي عندكم أحجام مرة كثير، والأحلى ما فيها الأشكال الكيوت. شوفوا هذا كيف، حتى تمديكم تستخدموها كديكور وتحطوا فيها الأشياء، مرة حلوة وعملية. شوفوا هذا الحافظ الكيوت عشان تستخدموه عشان تحطوا فيها القطن هذا اللي يشيل الميك اب ويشيل المناكير وكذا، ما تقدر تفتحوا الكيس وتطلعوا، بتكون كذا شكلها مرة حلو. أحلى شيء شفافة وفيها من هنا كذا فراغ عشان بديكم تسحب القطنة بكل سهولة، وسعرها مرة حلو يا جماعة، فراح احطها هنا. بس يبغالي كمان اعبيها بالقطن شكله كيوت عشان اسوي المسكين كير وكذا اطلعها بكل سهولة، مرة حلوة وعجبني انها شفافة. شوفوا يا جماعة ايش طلبت كمان، شيء عشان احط فيه الاستشوار بس بدون تخريم للجدر ومسامير ومطرقة ومدري ايش، لانه زي ما شايفين عندنا الحمام من البلاط، فلقيت عندهم هذه القطعة تلصقوها بهذه اللصقة وتمسك في الجدر وبعدين تركبوا فيها الاستشوار، فيصير عندكم كذا حامل الاستشوار مرة شكله مرتب وحلو. شايفين يا جماعة هذول ما يبغوا كراتيه، يبغوا طلبياتي، عشان كذا ضبطتكم وطلبت لكم شيء، لأن عارفة إنه عينكم دائما على طلبياتي، فقلت خليني أطلب لهم شيء مرة كيوت، لأنه في شيء كمان هتلاقوا عندهم أشياء ألعاب للقطط والحيوانات وكل شيء. شوفوا إيش طلبت، هذا اللي نوتيلا، معلش هذا مو لك يا سنو، أنا طلبت لك واحد ثاني. سيبي سيبي أقول لك، سيبي 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 سيبي، هذا مو لك. أيوه شاطر، تعالي كذا نربط لك إياه. الله على الكياتة، والله شكله صار زي اللعبة الحين، راح تجي لي بالمدرسة وتشوف هذه الكياتة. أشوف أشوف أشوف. اشوف اشوف، الله على البنت الكيوت، شوف كسر شكلها. ليه غضبانة كذا؟ ليه كذا غضبانة انت؟ والله انك طالع شكلها غارد، حسيت انها تبغى هذاك اللي فيه الاحمر، حسيت انه هذا ما عجبها. طيب ولا يهمك، جبت لهم كمان هذا، شوفوا الكياسة يجنن، في جرس عشان لما يمشي القط او يلعب او اي شيء تقدر تسمع وين راح وين جاء. احس اختراع مرة حلو انه ينحط على طوق القطط. شوفوا كيف شكل سنوي بالطوق، وشوفوا لونه كيف يجنن، وردي وسماوي، مرة طالع حلو كيوت. If I could just be a little better, maybe you could be my salvation out of here.
صراحة الفرق بين الأولى اللي أنا كنت مركبتها وبين هذه، أكثر شيء عجبني فيها إنها شفافة كأنها مخفية، خاصة إذا شلت الألوان كأنه ما في شيء. وهذه يا جماعة من أحلى الاختراعات، تحطوه فوق الثلاجة عشان أي شيء ينقص من الثلاجة على طول تسجلوه وبعدين تاخذ الصورة، ولما تروح السوبر ماركت خلاص يكون عندكم كل المقاضي جاهزة. دائما يا جماعة تسألوني عن هذه الإضاءة اللي أنا مركبتها في المطبخ، يا جماعة هذه الإضاءة جنة. أول شيء ليش قولوا لي؟ لأنها ما تحتاج بطارية، ما تحتاج كل شوي تغيرون البطارية وما أدري إيه، هذه تنشحن وشحنها مرة سريع وتقعد معاكم أقل شيء 6-7 ساعات. والحلو فيها إنه تيجي 3 ألوان، شوفوا هذا اللون الأول، اللون الثاني الأبيض، وفي الأبيض مع الأصفر. وبعدين تتركب طريقة مرة سهلة، عبارة عن مغناطيس يمسك في القاعدة، والقاعدة لها لصق كذا تشيلوه وتلصقوه في أي مكان أنت تبغوه. بما أنه عندي القديمة بس حبيت أوريكم كيف الجديدة تركب زي كذا وتعطيكم إضاءة مرة حلوة المكان. شوفوا كيف الحين بدون إضاءة، وشوفوا كيف مع الإضاءة، مرة حلوة وصراحة أنصح فيها. أنا مركبتها في المطبخ كله ومرة عملية وجنة. ما قلتوا لي إيش رأيكم بكاستي الجديدة؟ أوه ماي جاد، تجنن يا جماعة، شوفوا شوفوا التفاصيل، مرة حلوة. هذه أحط فيها آيس تي مع ثلج، أو حتى أشرب منها الموية، حتى الموية فيها غير. مزح مزح، شو الله شكله مرة كيوت. ما اقدر اقاوم هالمق، شوفوا جماله، شوفوا التفاصيل حتى من جوا. هذا حتى يمديكم تستخدموه كبازه، تحطوا فيها ورود يطلع شكلها مره حلو، او كاكسترا بيج هذا تشربوا فيه الشاي لليوم كله جماعه. حرفيا اتوقع انه هذا نص لتر. ما طلبت هذه الصينيه اللي صراحه شكلها يجنن، شوفوا تفاصيلها، في منها احجام والوان مره كثير. طلبتها كمان عشان اذا بسوي شيء في الفرن او حتى كذا شيء حلى بارد، شوفوا كيف شكلها مره حلو. طلبت يا جماعه قلبزات للمطبخ، بس لقيتها باللون الوردي، جنن شوفوا مرة حلوة. طبعا اللي انا اطلبها دائما باللون الاسود، بس قلت اوه دام في وردي مرة جنن. هذه للتنظيف، للطبخ، استخدامات مرة كثير، واحب اخزنها في هذا المكان. شايفين كيف عندي كل شيء كذا، الجلوز لوحده، الاكياس لوحده، وكمان حتى هذه الاكياس استخدمها عشان مثلا اغطي فيها الصحن، ماله غطى او شيء احط فيه بقايا الاكل، تاخذوا الصحن وتغطوه بهذه. وكمان يمديكم تستخدموه حتى للشعر، مثلا اذا بتحطوا ماسك او اي شيء، كمان لها عده استخدامات، فبرضه مره استفيد منها في المطبخ. لاقوها بشيئين بسعر مره حلو يا جماعه. هذا اذا عندكم شخص مميز، مثلا زوجك يروح الدوام وكذا وتبي تحطي له رساله بس طريقه مميزه، شوفوا هذا البورد كيف تكتبوا عليه اللي تبغوه. او ماي جاد كيوت، شوفوا. او مثلا دقيقه شايفين، ما اتوقع انه راح ينسى شيء بيض بعد هذه الرساله، كيوت مره حلوه. وجبت لإيلين لانه اعرف انه إيلين مره تحب ترسم، فهذه راح تكيف عليها. دائما دائما تسالوني عن هذه الورود من وين جبتها، على فكره هذه الورود رقم 2، كنت جايبه قبلها باللون الوردي. يا جماعه هذه الورود ما في داعي تروحوا تشتروا بوكيه ورد اللي يذبل بعد اسبوع او اقل، هذه كانه ورد طبيعي، شوفوا كيف التفاصيل كأنه حقيقي، يعني اللي يشوفه من بعيد هيحسبه بوكيه أو ورد حقيقي. فعندهم أكثر من لون، طلبت اللون الأبيض وطلبت الوردي، وهذه المرة قلت راح أغير وأطلب اللون الأحمر وغلطت، بدل ما أطلب 30 طلبت 3 حبات يا جماعة شايفين، بس طلعت تجنن. شوفوا اللون، الدرجة مرة حلوة، فتخيلوها هذا البوكيه تخيلوه باللون الأحمر، هو أبيض الحين بس أنت تخيلوا إنه أحمر. ورجعت لولي من المدرسة، كيف كانت المدرسة؟ اليوم ما عجبني أبداً عشان أرضعت وتكسر. يا حبيبي سلامتك، ألف سلامة يا لولي. يلا الحين عندي لك مفاجأة في الغرفة سو عشان تفرحي وتنسي الألم، أوكي؟ أوكي. يلا اطلع اطلع بسرعة، هذه بسرعة يا لولي. أوه ماي جاد، إلي المصابة الحين. شوفي لو حطينا لك ستيكر الأمور راح تكون بخير، أوكي؟ إلي عندها معتقد إنه ستيكر يعالج كل شيء في الحياة. يلا لولي تعالي. ترى ايش شفت اول شيء تغير؟ انا توقعت كذا، ده راح ينفجر. هذا علبة للبنادين، كيوت صح؟ يا توقعت انه راح يلفتها اول شيء، رغم انه ايش يا لولي؟ السرير، تعالي شوفي السرير، سويت لك لحاف جديد. حلو بس هذا احلى. اوه ماي جاد، اللحاف يفوز، رغم انه السرير مره كبير وهو اول شيء المفروض تلاحظيه، بس لا لحظة القطة هذه تشبه توم صح؟ ايه سو كيوت. طيب روحي شغلي النور يا لولي. اوكي اوكي
جديد. ياي. ايش رايك فيها كيوت؟ حلو. كم من 10؟ 10 من 10. وهذه يا جماعة كانت كل مشترياتي اللي وصلتني من تطبيق شيئين. صراحة كل المشتريات الحمد لله توفقت فيها وكلها طلعت تجنن. طبعا روابط كل القطع والأشياء اللي شفتوها ببلوج اليوم راح تلاقوها تحت في صندوق الوصف. كمان لا تنسوا تستخدموا هذا الكود اللي طالع عندكم على الشاشة عشان يخصم لكم خصم إضافي. وإن شاء الله يا رب يكون عجبكم فلوج اليوم وانبسطتوا بالأشياء زي ما أنا انبسطت منها. وصراحة شيئين يعني واو يا جماعة، دائما كذا أحب أفتح طلبات شيئين وأتفاجئ بالأغراض اللي وصلتني. فبس والله إن شاء الله أشوفكم على خير ببلوج جديد، لانه كمان في طلبيه واصلتني فيها ملابس لي والإلين، فان شاء الله راح تشوفوها قريب. احبكم كثير واشوفكم على خير، باي. اي صح يا جماعه، كمان نسيت اقول لكم اذا ما كنتوا تتابعوني على سناب ترى تفوتكم اشياء مره كثير، لانه في سناب انزل لكم هناك يومياتي كل يوم.